عشان اجلدكم معها. شوت بدي مين؟ عارف جراح. هلا والله جراح. يلا يا عيال ترى محازمها واجد. لا مستر اكس قلت بتنام يا مستر اكس اطلع نام. اسمعتوني فاتحه معك. كفو والله مستر كفو يا عمري والله ما قصرت. شلونك المها؟ الحمد لله. في نقطة تقليد في احد مقلد نفسك؟ صدق؟ في 6000 نقطة صاروا. ارحب علي. لا مو مقلدين نكي يعني هم اتوقع يعني كذا صادف. كفو جراح نقطة نقطة نقطة. اها كفو اللي عندي واللي عندها كفو ما قصرتوا. فأنا رحت حطيت نقطة حلو. الأصلية يا جماعة أنا خقيت مع البنت استحيت ما استحيت منكم استحيت منها ترى تو جلسة عندهم هاوش. لا عمري كل اللي بيقول نقطة شلون نفرق من جد يا علي اللي يحطون نقطة مو كلمة بعدين نروح لحالنا بعدين نتكلم. هلا والله هاند هاند عندك نقطة هذه اللي تحدينا ايه اللي تحدينا معها ولا عزمتني ولا شيء عاد تصدقيني نقطة قسم بالله كنت قامطة منك كنت بس هذه بتفوز. لا وين انا هذا اول شهر ما كنت خصم بطالي صراحة هذا اول شهر لي يعني اول شهر والله كويس مستواك كذا المهم ايه الحمد لله حبيبي هان يا بعد الدنيا والله يا هاند وكيف اللي بيقوا معك؟ حلو والله ماشي الحال. وكيف طلعتك بعد البيجو قلت يا نقطة؟ ولا لسه ما بعدتك حالة؟ نفس لا نفس شوفي أنا قبل الدوام كنت أرجع البيت الساعة مثلا 12 أبث إلين الساعة 12 إلين الساعة كذا 3 بعدين خلاص أقفل وأبدأ أعيش يومي يعني أه. بس الحين اليوم رجعت للدوام حلو. وبثيت اليوم الساعة 9 أرحب عاكر ايش رايقش فيها صاحبتك من هي ذي المهم يا عيال نبي ناخذ حقنا اللي صار في التحدي الرسمي يو هذه تسقط المها عاكل مغيره تسقط اكتبوا بالرصاص تسقط المها اكتبوا كذا ابي اشوف الكومنت كذا تسقط المها نبي ناخذ حقنا لن تسقط. عيال دفوا خطي دفوا دفوا لا تروح حياتي ذاك التحدي فايزة عليها ايش؟ شوف يا جراح لن تسقط جراح موجود بدفتر اوكي انا احتاج احد يسجل لي بالدفتر بعد ايه اسمعي بما انك جديدة لازم تشترين دفتر ابو 200 تسجلين في كل شيء ايه احد صدقك تبادلتي مع احد كل شيء سجلي بالدفتر ما عليك بعير انا ما انسى ما يحتاج دفتر حتى لو كنت بعير والله حتى لو كنت بعير ترى البيجو كل المذيعين عندهم دفتر اهم شيء موجود بالله نظام يمشي كذا خلاص اوكي بكره ان شاء الله دفتر اي لازم بكره ينزل دفتر جديد عرفتي الدفتر ابو تقسيمات اللي فيه 5 تقسيمات ايه قسمي يلا حق التبادل حق اللي يسبون حق اللي يلا عاد نشوف شغلك اوكي يمكن انا عاد عشان ترى هذا اول شهر فللحين يعني ذكرتوني يعني من جد في ناس ما نبي نتحدى معاهم نفصلوا فوجيهنا يعني وكذا يا عيال توني الاخيره لا تروح لا تروح ترى في جحفله يا عيال يا عيال ترى في جحفله يا عيال لا تروح يا عيال ترى بصلي يا عيال هرتي لا تروح ترى اليوم بخليكم تنامون تصيحون انا اليوم في حاله تقشف والله كفو والله راكان يا عمري والله
هاي نقطة. لا والله هي سامحتنا ذاك اليوم، خاص بنسامحها. يا بعد عمري، يا بعد عمري نقطة. صح صح، إنه كان تحدي رسمي وما في أحكام، بس إنه عادي خاص بنسامحها عشان بنت مزة يعني. يسمونا مزوجيكم. نسامح إيه يعني. يلا نشوفك.